الكيس ده ممكن يكون اقوى من الماركه دي في سوق البورصه. ايوه، سبينس اللي بنشتري منه البقاله اهم من كميه شركات سلع فاخره في سوق البورصه. بس ليه؟ السبب ببساطه يا اصدقاء هو نوع السهم نفسه. اسهم شركات السلع الاستهلاكيه زي المواد الغذائيه، الكهرباء او الرعايه الصحيه اسمها اسهم دفاعيه لانها ضد الازمات وارباحها شبه مضمونه مهما كان وضع السوق او الاقتصاد، وحتى في اوكاد الركود الاقتصادي لانه الناس ما بتوقف شراء اكل وحاجات اساسيه مهما حصل. الاسهم الدفاعيه دي خلال اوقات الركود الاقتصادي بيكون ادائها افضل من اداء السوق عموما في اوقات الازمات. يعني لو السوق حصل فيه مشكله وهبط 15% مثلا، السهم الدفاعي هيهبط 9% بس. مثلا في عام 2022 بسبب الاحداث العالميه مؤشرات الاسواق العالميه شافت خسائر مرحليه كبيره زي مؤشر S&P 500 اللي نزل 20%، بينما سهم وول مارت اللي هو اكبر سلسله سوبر ماركت في العالم كم خسر؟ 2% بس. شايفين الفرق؟ طيب انا كشخص حابب استثمر في الاسواق العربية، كيف استفيد من الاسهم الدفاعية؟ خلونا نرجع لسبينس اللي حيبدا التداول عليه في سوق دبي المالي يوم 9 في الشهر الحالي، لكن خلي بالك الكلام الجاي ما نصيحة مالية، استعراض للارقام فقط. خلال السنوات الماضية ربحية سهم سبينس بدت من 5.3 فلس للسهم الواحد في 2021 ل 6 فلس في 2022 وتجاوزت ال 7 فلس في 2023، وهسي بتنطرح للتداول العام في سوق دبي المالي مع وعد بتوزيع الارباح توزيع نصف سنوي في ابريل واكتوبر. واديكم شوية معلومات على جنب، سبينس ناوي تستفيد من طفرة النمو في المنطقة وتتوسع لأسواق جديدة زي السعودية اللي ناوي تفتح أول أفرعها فيها السنة دي، وأصلاً الشركة عندها 75 فرع في الإمارات وعمان. وخلال الاكتتاب على أسهمها جمعت سبينس 71 مليار درهم، يعني أعلى ب 64 ضعف من اللي كانت عاوزاه. أنا أشوف الشركة دي قادرة تكون مثال قوي وحي من السوق الإماراتية على أهمية الأسهم الدفاعية، وبتضيف عمق وتنوع لسوق دبي. وننتظر يوم 9 ونشوف السهم كم حيكون سعره في أول يوم تداول. وانتوا رأيكم شنو؟ ولو عندكم أي سؤال اكتبوه لي في التعليقات وحنجاوبكم عليه.